وصلنا بحضراتكم إلى نهاية نشرة الظهيرة، لكن مشاهدينا ننتقل الآن إلى قصر الاتحادية، حيث يشهد الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلا توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين. نتابع. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة السيد الرئيس إسماعيل عمر جيلا رئيس جمهورية جيبوتي. مذكرة تفاهم لإنشاء آلية تشاور سياسي بين وزارة خارجية جمهورية مصر العربية ووزارة خارجية جمهورية جيبوتي. يوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعن الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فليتفضلا. مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي. يوقعها عن الجانب المصري السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فليتفضلا.
مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والموارد المتجددة يوقعها عن الجانب المصري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعلى الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فليتفضل.